السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنتعرف مع بعض على فوائد الفشار للتخسيس. الفشار بيعمل ايه للتخسيس؟ بيساعد الفشار على تقليل الشهية نظرا للاحتواء على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة. يعني بيحسسنا بالشبع لوقت طويل علشان في نسبة عالية من الألياف. وكمان بيعمل ايه؟ كمان بيعالج الامساك. الامساك مشكلة من مشاكل الجهاز الهضمي الشائع بين متبعي الحمية الغذائية اللي هم دايما بيعملوا دايت رجيم وكده، معرضين للإصابة بالامساك. يمكن للفشار أن يقلل من فرصة الإصابة يعني بالإمساك، لأنه الألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم. وكمان الفشار منخفض السعرات الحرارية رغم الاحتواء. الفشار على الكرب عالي جدا في الفشار، لكن لا يؤثر على مستوى السكر في الدم لأنه طبيعي 100%. بس إزاي يبقى طبيعي بقى؟ لازم نعرف هنعمله إزاي. أولا مش هنعمله في الميكرويف خالص، تمام؟ هنعمله على النار عادي. مش هنحط زبدة طبعا، هنحط زيت زيتون أو زيت جوز الهند أو اللي هو زيت العادي ده، زيت الذرة يعني. بس هنحط بقى يعني حاجة بسيطة خالص لا تذكر، ممكن نحطها ونمسحها كمان بالمنديل كده اهو يبقى احسن. وبعدين هنحط الفشار، نحط ملح، حاجة بسيطة خالص، رشة ملح صغيرة كده وبس. هنعمله عادي زي ما احنا بنعمله، هنغطيه طبعا ونسيبه لحد ما يفرقع كده ويستوي بالمنظر ده اهو، وبس بالهنا والشفا. دي الطريقة الصحيحة ليه، اللي مش هتزود الوزن ولا هتعمل لنا امساك ولا اي حاجة، وهتبقى خفيفة ووجبة حلوة قوي. بتبقى وجبة خفيفة ما بين الوجبات كده، سناك بيبقى حلو قوي بجد وليه فوائد رهيبة جدا. يا رب الفيديو ده يعجبكم وتستفيدوا منه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تعملي لايك وتعليق. باي باي.